بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الزملاء كانوا سألوني عن طريقة التسجيل في الكورس، فقلت أعمل فيديو بسيط كده يوضح الموضوع. في البداية إحنا لو مش مسجلين في لوكمان أكاديمي، فببدأ إن أنا أعمل ساين أب وببدأ أملى البيانات وأعمل ساين أب. بعدها مباشرة أقدر أعمل لوجن باختيار نفس اليوزر نيم والباسورد. بعد ما بعمل لوجن ببدأ إن أنا أدور على الكورس اللي أنا عايز أشترك فيه. ممكن ان انا من خلال البار بتاع البحث نفسه السيرش بوكس ده، او ان انا بضغط على مانجمنت اشوف كل الكورسز اللي في مانجمنت، او بوصل للكورس مباشره لو كنت شايفه، او ان انا بختار مثلا المدرب اللي موجود وافتح الصفحه تبعه وابدا ان انا اشوف الكورسز الموجوده يعني. فلو ضغطنا مثلا على مانجمنت هنلاقي الكورسز اللي موجوده في المانجمنت، ممكن اوصل منها لكورس البي ام بي، وبلاقي هنا موضوع هافا كوبون. فهنا بضغط على هافا كوبون باعتبار ان انا هدخل الكوبون الموجود. بمجرد ما هعمل ابلاي هبدا الاقي السعر نفسه اتغير، وبدل ما هو كان 29 ببدا ان انا الاقي مكتوب فري كوبون، واضغط على تيك ذيس كورس. بمجرد ما بضغط على تيك ذيس كورس خلاص انا كده بقيت مسجل في الكورس نفسه. ببدا ان انا اشوف الكورس من خلال يا اما البلاي ليست يا اما صفحه الكورس اللي احنا فاتحينها دي. صفحه الكورس موجود فيها اوفر فيو عن الكورس او الكريكولم المنهج نفسه، او ممكن الريفيو للكورس نفسه، كويستشنز وانسر، الاوبشن بتاعه الكورس، او السيرتيفيكت. والسيرتيفيكت هتشتغل بعد ما انتهي من الكورس نفسه، بعد ما اشوف المكونات بتاعه الكورس كلها او جميع المحاضرات او الكويز لو موجوده، وببدا ان انا اقدر ان انا اعمل داونلود ليها او ايميل او اطلب سيرتيفيكت هارد كوبي وهكذا. بعد كده بقدر ان انا اروح للبلاي ليست باعتبار ان انا عندي حاجتين، يا اما البلاي ليست يا اما صفحه الكورس. صفحه الكورس بالشكل ده. البلاي ليست لما ببدا اضغط عليها بيبدا ان هو ينقلني للبلاي ليست عشان ابدا ان انا استعرض الفيديوز اللي موجوده، وببدا اشوف السكشنز، وجوه كل سكشن بشوف العناصر اللي جواه، واقدر من خلال مثلا كل سكشن ان انا اعرف ايه اللي تم او ما تمش. اللي باللون الرصاصي هيبقى ده لسه ما خلصش، لما حاجه هتخلص هتبقى لونها باللون الكحلي او البلو. وبعد كده لو حبيت بقى ارجع في اي وقت من البلاي ليست دي اقدر ان انا اضغط باك تو كورس بيج، او لو عايز اعمل فول سكرين من هنا، او ان انا اسرع مثلا الفيديو بحيث ان هو ياخد وقت اقل او اجري، يعني الحاجات اللي هي خاصه بقى بالبلاينج المعتاده. لو رجعت مره تانية للكورس بيج اقدر ان انا اشوف نفس العناصر اللي كنا قلنا عليها زي الكريكولم، وهلاقي ساعتها بيتلون بالوان مختلفه على حسب ايه اللي انا خلصته وايه اللي ما خلصتوش. يعني ده كده بالنسبة للكورس نفسه. بالنسبة بقى للرسائل اللي بتطلع في الموقع زي رسالة نيمين سيرتيفيكت، فدي طلعت لبعض الزملاء، فدي بنعدلها من البروفايل. بفتح البروفايل اسمي وبعد كده البروفايل، وبلاقي نيمين سيرتيفيكت هنا موجودة. وانس ان هي بتدخل مرة ما بتتغيرش بعد كده الا من خلال الادمنستريشن. الهدف منها ان لو الاسم كان مكتوب في اثناء التسجيل بشكل سريع مثلا، فنقدر ان احنا نكتب النيمين سيرتيفيكت بشكل افضل او اظبط، بحيث ان هو ده الاسم اللي هيطلع عندنا في الشهادة. ودي كانت يعني رسالة طلعت لبعض الزملاء وكانوا مش عارفين ان هم يكتبوا الاسم في الشهادة فين مكان الكتابة، فده كده توضيح للنقطة دي. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.